ورجعنا لكم مستمعينا دائما مع خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. أهلا بك حورية. نور سناء، تمنى تكوني على خير. الحمد لله، تحياتي لك ولطاقم البرنامج وكل المستمعين والمستمعات ديال ميد غاديو. الله يبارك فيك، تما كيسلموا عليك بزاف وتشكرك بزاف على كل النصائح اللي كتقدمي لنا والوصفات اللي كتلقى استحسانهم اللي كيجربوهم وكيعجبوهم بزاف. اليوم غادي نتعرفوا معاك في جوج الحلقات ان شاء الله، يعني الطريقه الصحيحه والعلاج الشمولي للتنظيف وتنقيه البشره. بالفعل سناء، بزاف ديال المستمعات اتصلوا بيا اللي عندهم مشاكل كثيره، وخاصه التساقط ديال الشعر اللي اتصلوا بيا المستمعات بزاف. ودائما كنقول لهم ان التساقط ديال الشعر عنده اسباب كثيره، كاين نقدر نقول ان اسباب وراثيه، كاين اسباب مرضيه، كاين سوء المعامله مع الشعر، وكذلك سوء التغذيه، يعني اي حاجه مرتبطه بالتغذيه. مادام وكاين اسمح لي، وكاين بعض الفتيات عندهم سقوط الشعر بحده، وخاصه ملي كنسول على السن ديالهم كنلقى العمر ديالهم ما بين 16 سنه ما فوق، يعني ان ديك 16 سنه تما فاش كتوصل البنت سن البلوغ، وهنا كتكون اولا الا ما كانتش التغذيه منظمه وسليمه وفيها جميع المكونات اللي كيحتاجها الشعر ولا الجسم ديالنا، هنا كتعاني البنت من هذه المضاعفات اللي هي تساقط الشعر، ويمكن لها تصاب حتى بفقر الدم. يعني هنا خص الام تكون حريصه على الفتاة ديالها ملي توصل سن البلوغ، تحاول تستشر وتديها عند الطبيب ما فيها باس، ديرها واحد التحليله على الجسم ديالها، وتشوف بعدا المشكل واش عندها فقر الدم، واش البدايه ديال فقر الدم، والهرمونات ديالها واش مقادين ولا مقادينش. هذه المسائل بزاف ديال العيالات كيتجاهلوها، يعني مجرد البنت ملي كتوصل سن البلوغ كتهمل الام ديالها، وكيبقى اعراض من بين الاعراض تساقط الشعر وظهور البثر على البشره حب شباب، واللي كيكون في حده في هذه الفتره ما بين 16 سنه حتى 20 سنة. يعني هاد الأعراض كلها كتبان، ويمكننا احنا نتجنبوها، احنا شخصيا ويمكننا نتجنبوها حتى الفتيات ديالنا وكذلك الأولاد. بالنسبة نحاول نعطي واحد العلاج كما شرت الأخت سناء، علاج شمولي اللي هو بسيط جدا، وإلا تبعناه وتبعوه المستمعات ولقاو استحسان، يعني أن فيه واحد الأقنعة، فيه محلول، فيه مشروب، فيه شربات. يعني نبدأ علاج متكامل وكيعطي نتيجة جد إيجابية، وفي ظرف شهر كتبان النتائج. بالنسبة نبدأ أولا تنظيف البشره اللي دائما كنأكد عليها انا، دائما الفتيات ولا النساء ملي يجيو ينعسوا دائما تكون تنظيف البشره بطريقه صحيحه، ويكون تنظيف محلول طبيعي كنأكد عليه دائما، محلول طبيعي ولا اللي هو بسيط جدا، غير من القشور ديال الخضار ولا من القشور ديال الفواكه. يمكن لي نعطي محلول اللي عطى استحسان ديال المستمعات، اللي هو قشور ديال البرتقال وقشور ديال الحامض. يعني كناخذوا قشره من هذا الليمون وقشور ديال الحامض، كنضيفوا عليهم جوج كيسان ديال الماء، كنضيفوا عليهم جوج معالق ديال زيت الورد ولا زيت المشمش ولا اي زيت عندك في الدار، كنخليوه في الثلاجه. هذا محلول كافي باش نمسحوا به البشره ديالنا، وهذا صالح لجميع انواع البشره، هذا محلول الاول. بالنسبه للماء، الماء كنأكد عليه يكون اقل يترونس الماء كما كينصحوا به الاطباء، يعني ان ذاك الماء يكون دائما من السم، بواحد النوع من الزيوت او نوع من الاعشاب او نوع من الفواكه، يعني الجسم ديالنا كيكون محتاج لذاك الماء، وخاصه الناس اللي عندهم حساسيه واللي عندهم جفاف البشره. بالنسبه للماء، الماء كنطيبوا يطرو ديال الماء، كنضيفوا عليه تقريبا جوج معالق ديال زيت البلديه ولا جوج معالق ديال زيت ارغان، ولا يمكن اي زيت عندك في الدار، زيت الزنجلان، زيت القرقاع، زيت البلديه، زيت الدراي، الا كان جوج كيسان جوج معالق في يطرو ديال الماء. يمكننا ناخذوا المحلول الثاني، محلول ثاني اللي هو بسيط جدا، يعني كناخذوا كاس ديال الخروب كنهرسوه، كنقطعوا طريفات صغار، كنديروه في يطرو ديال الماء يغلي، ملي كيغلي كنصفيو داك الماء، وداك الماء كنضيفوا ليه كذلك جوج معالق ديال الزيت. هذا الماء يمكننا نشربوه على طول النهار، هذا كيصلح البشره الجافه، وكذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال القبض، يعني الاغلبيه ديال الفتيات اتصلوا بيا عندهم مشكل ديال القبض، يعني هذا محلول، هذا الماء غادي يفيدهم بزاف هذا المشكل، وكذلك حتى يفيدهم في جفاف البشره. بالنسبه للفطور، مثلا في الفطور في الصباح نحاولوا ما امكن نشربوا دائما الماء قبل، يعني جوج كيسان الماء نبقى واحد 30 دقيقه، كنفطروا الفطور ديالنا عادي، يعني اتاي بالاعشاب شويه، ما غنشحروش، يعني شويه ديال السلميه، شويه ديال المردوش، النعناع شويه، الخبز يكون كامل، انا كنفضل الخبز ديال الشعير، الخبز ديال الضاء، الخبز ديال القمح، شويه ديال العسل، زيت البلديه، هذا فطور كافي وكامل وعنده فوائد صحيه. بالنسبه مع العشره الصباح نحاولوا ناخذوا فاكهه من الفواكه، يعني نركزوا على
التفاح على البامبلوموس على البرتقال. دابا الوقت ديالو كاين، دابا الهنديه كاينه ناخذوها، ناخذوا 3 حتى 4 الحبات الهنديه في مع العشاء، مع العشاء ديال الصباح. يعني في الغداء نديروا واحد الطبق ديال الخضار يكون مفور مسلوق ولا مفور، قطيره ديال الزيت البلديه، شويه ديال الحامض. الوجبه الرئيسيه كل واحد طرف ديال الدجاج، ان من الاحسن يتجنبوا الدجاج الرومي من الاحسن. والكاشير وداك كل هذه المسائل هذه المواد المصنعه، المصنعه يعني. من الاحسن يكون الحوت مبخر ولا في الفران، الطرف ديال اللحم مشوي ولا في الفران، ولا طيب في الطاجين، يعني طريف صغير. بالنسبه في العشيه واحد الكاس ديال الحليب ولا كاس ديال اتاي فيه الفواكه الجافه، يعني الفواكه الجافه انا عطيت الطريقه كيفاش دار. في واحد البوطه ديال الزاج ناخذوها 2 معالق 3 المعالق، لانها غتفيدنا الجسم ديالنا اوميغا 3، وحنا كنعرفوا الاوميغا 3 الدور ديالها على البشره ديالنا. بالنسبه للعشاء دائما ركزوا على الحساءات، الحساءات ديال الذره ديال الشعر ديال اللان ديال، يعني هذا النمط ديال التغذيه اللي تبعناه مع هذه الاقنعه، مع الاقنعه مازال نعطي اقنعه، يعني هذا النمط ديال التغذيه كيعطي نتائج في التخسيس صحيحه، كيعطينا نظر على البشره ديالنا، كذلك كيحد من المشكل ديال تساقط الشعر والمشكل ديال جفاف البشره. بالنسبه للقناع اللي مسحوب مع هذا النمط ديال التغذيه، يعني اقنعه، عطيت اقنعه عده، والاقنعه كلها عندها فوائد فعاليه ومهم كتعطي نتيجه. بالنسبه لدابا الهنديه راها كاينه، ناخذ تقريبا واحد حبه ديال الهنديه ومعلقه ديال العسل الحر وتقريبا واحد معلقه ديال الرز مطحون، وكنخلطوا بالماء ديال الورد. كناخذوا العسل الحر معلقه، واحد الحبه ديال الهنديه، كنزيدوا عليها معلقه ديال الرز مطحون بعد ما طحنا، نحاولوا ما امكن اي حاجه نستعملوها كاقنعه على البشره ديالنا، نحاولوا حنا نكون حنا اللي نقيوها ونطحنوها من الاحسن باش كنعرفوا شنو فيها وشنو المكونات ديالها. من بعد كنديروا الماورد، كنزيدوا فيها معلقه ولا 2 معالق ديال الماورد. هذا القناع فاعل البشره الحساسه، ويمكن نديروا جميع انواع البشره. بالنسبه للقناع الثاني، القناع الثاني كمبيض وك مبيض وكمنقي البشره إيه؟ من بثور ديال حب الشباب. يعني كناخذوا الخرطال، معلقه ديال الخرطال، معلقه ديال الروز مطحون، وتقريبا معلقه صغيره ديال العسل الحر، وكنخلطوا بالماء ديال اللفت، الماء ديال اللفت الابيض، يعني كنحكوا اللفت الابيض وكنعصروا الماء ديالها. هذه الاقنعه فعاله، وإلا صحبناها مع التغذيه يعني بدون شك غتكون النتيجه 100% في ظرف شهر كيبان الفرق. غير هنا في هذه التغذيه نحاولوا ندخلوا العصير ديال الخضر، يعني الجزر، البربه، التفاح، اللفت، كل نهار ناخذوا 2 كيسان من هذا النوع ديال من هذا، نحاولوا ندخلوا مره عصير ديال الجزر، مره عصير ديال التفاح، ولما لا العصير ديال البروكولي. واخا اذا اكيد غادي نكملوا معاك دائما طريقه صحيحه والعلاج وتنقيه البشره. غادي نمشيو لاستقبال بعض المكالمات الهاتفيه ونتعرفوا على تساؤلات السيدات اللي كيتواصلوا معنا دائما. معنا بشرى من مراكش. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله بشرى. وكيدير لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك لاله. نشكركم بزاف على البرنامج. شكر لكم، بارك الله فيك، مرحبا. السلام عليكم دكتوره لاباس. خبيره الشعر والتجميل. خبيره لاباس عليك، الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك لاله. بغيت عندي جوج اسئله. عندك بالنسبه ليا الشعر نتاعي ما كيطولش كاع، ملي كانت عندي 12 عام ما كيفوتش العنق. شعرك رطب ولا حرش ولا لا؟ حرش. حرش كيتبوك؟ لا. ما عييت لا الخلطات لا الدواء لا حتى شي حاجه، ما عمرك مشيتي؟ ما كيفوتش العنق. ما عمرك مشيتي عند الطبيب؟ لا. انا ننصحك تمشي عند الطبيب ياك، عند الطبيب ديال الجلد. ومن الاحسن حاولي الشعر ديالك تحيدي لي بوانت كل شهر، تحاولي تقطعي منه واخا ما كيطواش، تقطعي منه كل شهر، وتركزي على الزيوت الثلاثيه دلكي بها الشعر ديالك، ومحلول ديال الزعتر، يعني دائما طيبي الزعتر ورشي به الشعر ديالك، ولكن من الاحسن استشاره طبيه. مش اول يعرف الاساس المشكل من فين كاين. نعم، حيت البشره عندي دهنيه وعندي الحبوب، دونك ما عرفتش الشعر عندي جاف والبشره عندي دهنيه. وهذا الشيء باش قلت لك انا زيارة الطبيب باش تشوف المشكل، يقدر يكون عندك مشكل هرموني، حيت ملي كيكون مشكل هرموني كيعطينا هذه الاعراض هذه. حاولي تستشير مع اختصاصي في الامراض الجلديه. اي تفضلي. بغيت نسولك بالنسبه لبنتي، عندها 5 سنين وعندها شعرها خفيف، وتاهي ما كيطولش دغيا. ما هي ما عندها دابا 5 سنين باغابوغ وشعرها حرش حتى هي؟ لا رطب. بالنسبه لبنيتها يمكن لك ديرها نص كاس ديال الزنجلان مطحون، ونص كاس ديال زريعه الكتان، وكاس ديال زيت الذره ولا زيت البلديه اللي عندك، وتبقى تدهلها الشعر ديالها. كل ما تبغي تغسلها تقدر ديرها حتى 2 مرات 3 مرات في الاسبوع. وعطيها ودهلها من بعد الغسيل، دهلها بزيت الجوز الهند، يعني زيت الكوك راه موجوده، ومن الاحسن شوفي شي وحده اللي تعصر لك على اليد من الاحسن.
كينزل زغبه كينزل زغبه ومقوي. وعطيه وركزي على الخضر، عطيها الجزر، شرب ليها العصير ديال الجزر، عطيها الحوت، عطيها عطيها البيض البلدي، عطيها الدجاج البلدي، المسائل التغذيه راه كتساعد. شكرا. العفو، تحياتنا لك بشرى، مشكور على تواصلك معنا من مراكش. غادي نمشيو من مراكش لفاس عند عزيزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عزيزه اختي، ما اسمها الدكتوره حريه؟ اييه تفضلي. بغيت شي وصفه لترطيب البشره وتفتيح لون البشره. واخا، للترطيب وتفتيح لون البشره ياك. واخا واخا، غير سمعينا عزيزه وحنا نجاوبوك على الطلب ديالك. واخا، بالنسبه لترطيب البشره يمكن لك ترطبيها بالزبده، الا عندك زبده بلديه تاخذي معلقه ديال الزبده بلديه ومعلقه ديال الخرطال ومعلقه ديال العسل الحر، تخلطيهم يعني شويه زبده بلديه مع شويه معلقه ديال الزبده بلديه ومعلقه ديال دقيق الخرطال ومعلقه ديال العسل الحر، كنخلطوا ونديروها قينا على البشره ديالنا. يمكننا نديروا الدرقه، يعني ناخذوا الدرقه نحكوها وناخذوا منها معلقه مع صفر بيضه بلديه مع معلقه ديال الزيت البلديه، هذه مرطبه للبشره. كذلك القناع الثاني مرطب للبشره، يمكننا ناخذ معلقه ديال زبده الماعز وناخذ ربع تفاحه بعد ما طيبناها وطحناها، ربع تفاحه كنطيبوه بشويه ديال الماء وكنطحنوه وكنضيفوه المكونات كلها وكنديروه على البشره ديالنا، حتى هو مرطب للبشره. كذلك بالنسبه للمحلول، تحاول ما امكن ديري واحد المحلول اللي هو مرطب، المحلول اللي عطيت بدايه الحصه، يعني القشور ديال البرتقال وقشور ديال الليمون وكاس ونص ديال الماء ولا جوج كيسان ديال الماء طايب، كنخليوه في الثلاجه مع جوج كيسان مع جوج معالق ديال الزيت البلديه ولا زيت الزنجلان. انا كنفضل زيت الزنجلان ولا زيت زريعه الكتان، حيت هادو من بين الزيوت المرطبه، وهذا محلول تبقى تمسح به الوجه ديالك كل ليله. إذا بالنسبة للقناع المبيض، بالنسبة للقناع المبيض اللي كيفتح لون البشرة، لون البشرة، يعني عندنا معلقة ديال الخرطال ومعلقة ديال الروز ومعلقة ديال ياغورت طبيعي وكنخلطوا بالماء ديال الخيار، يعني قناع فعال مبيض وكذلك منقي البشرة. ناخذوا بشرة من الدار البيضاء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بشرة. السلام أخت عساف، لاباس؟ مرحبا لله، الله يبارك فيك. بس عليك، ممكن نتواصل يخليك مع الدكتور؟ أيه تفضلي، أيه معنا مباشرة، تفضلي. شكرا. السلام عليكم دكتور، لاباس؟ وعليكم السلام. كيدايرة لاباس عليك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يخليك، بغيت نسولك، عندي واحد المشكل في الوجه ديالي، عندي ديال الطاش ما كيتحيدوش لا صيف ولا شتاء، في جيت الحناك ديالي ونقطة في الضيف ونقطة في الجبعة. شحال العمر ديالك؟ يعني العمر ديالي عندي 36 سنة. متزوجة؟ زوجة وعندي زوج ديال الوليدات. يمكن ماني على الحمد كتستعمليه؟ كنت كنستعملهم ولكن ماشي بزاف، يعني كناخذهم شهر شهرين وكنحيدهم. المهم راه بغى ما راه واخا كتاخذهم شهر شهرين راه كتبقى الاعراض ديالو مفعول كيبقى. المهم بالنسبه ل ما عمرك مشيتي عند الطبيب؟ مشيت خرج لي ما شي طومات وداك الشيء درتهم ولكن بدون نتيجه. واخا انت تاخذي اللفت الابيض ياك؟ غتعصري اللفت الابيض، غتاخدي منه 4 المعالق ديال الماء ديال اللفت الابيض مع معلقه ديال الخرطال مطحون ومعلقه ديال الرز ومعلقه صغيره ديال الحامض، ديري قناع يوميا على الوجه ديالك ياك مده 20 دقيقه، من بعد كتغسلي وجهك بالماء دافي، من بعد الماء بارد يكون ديال المعدنوس، يعني تاخدي واحد ربطه ديال المعدنوس وتقطعيها وكبي عليها 4 الكيسان ديال الماء وخليها في الثلاجه، من بعد القناع تمسحي به وجهك بالليل ملي تجي تنعسي، غتحاولي تاخدي نص كاس ديال الرز غتضيفي عليه كاس ديال الموارد ويكون عندك كمحلول اللي تدهني به الوجه ديالك اخر مره ملي تجي تنعس بالليل. الرز والموارد، الرز والموارد، ملي تشوفيه بدا كينشف شويه دهني شويه الزيت الزنجلان اللي عندك ومسحي فوق ذاك الرز، مسحي بداك الزيت ونعسي بحالك حتى للصباح. في الصباح كتمسحي وجهك بالمحلول اللي عطيت في بدايه الحصه ديال القشور ديال البرتقال القشور ديال الحامض، ولكن ركزي على التغذيه، غتحاولي تاخدي خلال الاسبوع نهار اثنين تاخدي جوج كيسان ديال عصير الكرنب، يعني تعصري الكرنب غير الماء ديالو، نهار ثلاث تاخدي جوج كيسان ديال عصير الجزر، الاربع تاخدي جوج كيسان ديال عصير اللفت، الخميس تاخدي جوج كيسان ديال عصير التفاح، والجمعه عصير البروكولي، والمهم الخضر خلال الاسبوع تاخدي جوج كيسان في النهار، يعني مده 15 يوم وغادي ان شاء الله غادي تبان لك النتيجه. غير انت ملي تسالي هذا القناع مده 15 يوم غديري تقشير طبيعي للوجه ديالك، والتقشير الطبيعي اللي هو انا كنصح به النساء اللي عندهم هذا المشكل، التقشير الطبيعي اللي هو كتاخدي نص كاس ديال الرز وكطيبيه في كاس ديال الماء، كاس ونص ديال الماء، كتخليه حتى كينشف تقريبا جهد يبقاو 5 المعالق، كتعصري ذاك الرز مزيان، ديك الماء اللي كيطيح هو اللي كتضيفي عليه معلقه صغيره.
هذاك الماء اللي كتعصري من الرز كيولي كيكون بيض، غضيفي عليه معلقه ديال الحليب غبره ديال الاطفال من الاحسن، دهني البشره ديالك والعنق ديالك تخلي حتى كينشف، ومن بعد كتقوميه باي نوع ديال الزيت اللي عندك، كدير قماج للوجه يعني فعال وكيعطي نتيجه فعاله، ومباشره دهني بالماء ديال الخيار، يعني هذا علاج صحيح اللي غادي يمكن لك تعالجي به المشكل اللي عندك على البشره ديالك. شكرا لك بزاف بشرى. ناخذ فاطمه من اسفي. الو فاطمه. نعم لاباس عليك. السلام عليكم كبيري. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام دكتوره كبيره لازم. مرحبا خبيره التجميل الله يخليكم. اييه بغيت نسولك اختي، كنت كندير العصير ديال البصله وخل التفاح وجهي وخلي لي البقع سوداء بوجهي، كيفاش تنحيد البصله مجهد والخل كيهيجوا بجوج؟ لا لا بجوج. كان عليك ديري البصله والعسل، وكان ديري عليك هادشي اللي كنقول لكم ما تخلطوش الوصفات، ماشي اي وصفه سمعتوها ديروها على البشره ديالكم، بقاو في واحد القناع معين اللي متبعين البشره ديالكم وهو كيعطي نتيجه، ما تبقوش تخلطوا، يعني الا خلطتوا راه غطيحوا في هاد المشاكل. البصله والخل التفاح ما كيتخلطوش، يعني الخل التفاح المكونات ديال البصله مع المكونات ديال الخل التفاح راه كيعطيو حساسيه، يمكن يعطيوها يعطيوك بطون وكيعطيوك احمرار، يعني وقفي هذا الخل التفاح والبصله باش ممكن يعني تهمد على الاقل، باش تهمد ديال الاقل تاخذ غير الموارد. دابا تاخذ كاس ديال الورد وتكب عليه كاس ديال الماء طايب وتخليه يرتاح شويه وتضيف عليه واحد المعلقه ديال زيت الزنجلان وتبقى تمسح به الوجه ديالها الليل الليل. وبالنسبه للقناع اللي يمكن لتجنب هذا المشكل، تاخذ الخيار تحك الخيار وتاخذ منه ثلاثه المعالق مع المعلقه ديال دقيق الذره، يعني دقيق الذره تطحنوا على اليد وتغربل منه معلقه مع ثلاثه المعالق ولا اربعه المعالق ديال العصاره ديال الخيار، ويكون قناع على الوجه ديالها، وهنا غتحد من هذا المشكل هذا. ناخذ ام ساره من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام ساره صباحكم لاله. لاباس؟ الله يبارك فيك لاله، مرحبا. تفضلي عندك شي تساؤل حوريه؟ بغيت نسول لاله حوريه على قبل واحد الوصفه واش صحيحه ولا لا. المهم انا قريت في الانترنت ان الى ضفت ماده الفاسوخ الحلاوه لاسيغ العاديه ديال الماء والسكر والحامض بالاستمرار على هذه الطريقه، هذه الوصفه هذه غادي يزول الشهر نهائيا، ما يبقاش زعما يطلع بزاف. واش بعد عنده هو شي اضرار على البشره؟ واش بصح نيت عنده هذه النتيجه هذه؟ ما نقدرش نعطيك انا الفاسوخ ياك حلاوه، خليها طبيعيه، غير انت من بعد من تحيدي الشعر دهني بالاعشاب اللي كتحد من المشكل ديال الشعر. والمشكل ديال الشعر عنده اسباب، الا كان عندك في بعض المناطق اللي هي عاديه يكفيك فقط ديري غير تاره واستمري عليها، يعني تاخذي معلقه ديال تاره تكب عليها كاس ديال تاره نبات السعد موجود عند العشابه، يعني كتاخذي معلقه كتضيفي لها كاس الماء طايب وتخليها من بعد لاسيغ بواحد ساعه ساعتين كتبقى تمسحي بداك الماء، يعني كيحد من داك المشكل ديال الشعر مع المده، حيت كينقص. غير انت حاولي ما امكن تاخذي الكالسيوم، تستهلكي الكالسيوم مزيان، يعني خذي الكالسيوم، خذي الخضر بزاف باش كيحد من المشكل داك الشعيرات اللي كتكون مكثره على البشره ولا على الضيق ولا بعض الناس كيكون في المناطق اللي هي كتكون المناطق ديال اللي كنقولوا حنا الذكوريه كيكون فيها الشعر عند الفتيات. ونشكروها بزاف لانه على الاقل قبل ما تجرب واحد الوصفه يعني بغات تشاور وبغات تستشر، لانه حاجه اللي عندها علاقه بالصحه ديالنا ولا البشره ديالنا، يعني ما نلعبوش فيها. هذا هو المشكل، دابا بعض الناس كيخلطوا وكتكون ديك الحاجه ما كتجانسش مع الحاجه الاخرى وكيعطينا اعراض. كل مواقع الانترنيت راه فيهم مصداقيه، لان كل واحد تيحط داكشي اللي بغا، يحاولوا ما امكن يعني الواحد كيوصل لواحد درجه الوعي كيولي عارف، يعني ملي كيسمع واحد المكون اللي هو ما كيدارش، من الافضل نسولوا الناس اللي هما مختصين واحد يتشاور قبل ما يدير الحاجه، بحال السيده اللي خلطات مثلا الماء ديال البصله والخل ديال التفاح هما بجوج مثلا ما كيتخلطوش كل بشره. يعني هذا هو المشكل، دابا تولي تكون البشره ديالها عاديه، تولي بشره حساسه، وليو فيها ليطاش. دابا يعني دابا المشكل اللي كاين هو خص العيالات والفتيات يتشبعوا بواحد الفكره بان عندهم واحد القناع ولقاو واحد الباسيس ديال العلاج، يعني بقاو مستمرين فيها الاقل ثلاث شهور ويحاولوا يركزوا على ديك الاقنعه اللي متداوله واللي كيستعملوها، ماشي يوقفوا ويبداو. هنا ما كيكون حتى شي علاج، يعني ما كيمكنش، ما كتعرفش شنو دارت وما كتعرفش الحاجه اللي تقدر تفيدها واللي ما تفيداش. من الاحسن العلاج الطبيعي ياخذ وقته، ياخذ وقته لمده ديال شهر شهرين ثلاث شهور وكتبان النتيجه 100%، ولكن بشرط تبع الطرق والنصائح اللي كنعطيوهم. اذا لو سمحتوا مستمعنا نتوقفوا مع فاصل ورجعنا لكم مستمعينا، ودائما رفقه خبيره الشعر والتجميل حوريه شويه، خاطر تفضلي نواصلوا باقي الاقنعه بالنسبه لتنقيه
الحاجات وتنظف بالنسبه كما سما قلت اذا سمحتي معنا مريم من سلا ومن بعد ناخذ هذه الاقنعه. الو مريم. الو السلام. الو السلام عليكم مريم. وعليكم السلام. سلام الله يبارك فيك. كيفاش حبيبي بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله يجازيك بخير. شكرا تفضلي. الله يجازيك بخير اخت حوري. عندي واحد جوج ديال الاسئله الله يكثر خيرك. عندي مشكل عندي في اللحم ديال السنان اللي كيمشي وصل الله يجازيك. المهم الا حكيت السنان الا حكيت براسها كيما ما تكون هي رطبه. المهم كيبقى في ليا الدم واللحم ديال السنان عندي ديما من فوق. ومشيت للطبيب وسميتو وعطوني الدواء داك وعطوني شي مكان نشلل به فمي وداكشي كلشي والو ما زعما حتى شي نتيجه ما لقيتهاش. ما عندكش رائحه كريهه في الفم ديالك؟ لا كتكون عندي اختي. انا في هذه الحاله كنقول لك وقفي الشيته ما تحكيش بالشيته. بعديها خذي عود الاراك ياك غتاخدي الرويس ديالو ديرو في الماء طايب تخليه يطلق شويه من بعد كضربيه شويه كيولي بحال الشيته كتحل ياك. هو غتبقى ديريه بشويه ديال الملحه. من الاحسن تخدي الملحه ديال راه كتبع دابا الملح ديال البحر راه كتبع في الاسواق. غتبقى دير في ذاك عود الاراك ديرو في ذاك المليحه وتحك به سنانك ياك. غتحاولي تاخدي الورده ديال الرمان. الورده ديال الرمان غطحني منها معلقه وراس معلقه ديال القرنفل. القرنفل ومعلقه ديال الملح الحيه. معلقه الملح الحيه شويه ديال الزعتر شويه ديال الورد اللي عندك. ايوا واخا الله يجزيك. كطيبيهم في كاس ديال الماء طايب. ايه اختي. كطيبيهم في الكاس ديال الماء. اها. ومن بعد كتصفيه هو كيكون تشليله كل ربع ساعه نص ساعه كتشلي به للتا ديالك. الله يجزيك بخير. غادي تاخذي بلاتي غادي تاخذي معلقه ديال قشر رمان مطحونين. اها. تخلطيها بشويه ديال زيت العود. وتبقى ديري عود الاراك تخلطي بداك الخلطه ودهني اللثه ديالك كل ما تجي تنعسي بالليل. هذا علاج صحيح للمشكل ديال اللثه ولكن تجنبي الشتاء. راه الشتاء انا كنقول الشتاء راه كدير تقريبا 50% 60% ديال المرض ديال اللثه. يعني من الاحسن يكون داك الخيط ديال الصيدليه كنت كيتبع دابا نحيدوا الماكله اللي كاينه ما بين الاسنان ودائما التشليله تكون بهاد المواد ديال الزعتر الورد معروفه يعني وعود الاراك القرنفل حتى هو من بين المواد بين المطهر وكذلك الاسنان راه كيدخلوا في المكونات ديال العلاج ومطهر وكينقي السنان من البكتيريا. وعود الاراك منظف المفعول ديالو احسن من الزعتر حتى هو يعني الشيء ما ديالو حتى هو كيجمع يعني ديك الملحه. الملحات مهمه للسنان. تبعي هذه ان شاء الله هذه الطريقه وغادي تلقى استحسان. حتى داك الدم ما غيبقالكش. غير انت حاولي تاخذي الاوميغا 3 وتاخذي الزنك. يعني المعدن ديال الزنك مهم في هذا المشكل ديال اللثه واللي هو في اللفت. يعني يمكن لك تاخذي غير اللفت خضر وتبقى تاكليه. تاخذي التفاح خضر وتبقى تاكليه. يعني كل مره كلي تفاحه كلي لفته خضراء. بالنسبه للاوميغا 3 تلقاي في زريعه الكتان. يعني مره ديري شويه ديال زريعه الكتان في الفم ديالك وبقات مضغيها وزيدي شويه يعني معلقه تقدر تستهلكي معلقه في النهار. يعني هذا العلاج هذا فعال للمشكل ديال اللثه. تحياتنا لك مريم. نتمنى تكوني سجلتي معنا هذه الاقنعه للعلاج يعني المشاكل ديال تقرحات الفم ايوا ديال اللثه. والكل مستمعات اللي كيعانيو من هذا المشكل حيت غالبا التقرحات ديال الفم كتجي من لومونك ديال الزنك في الجسم ديالنا. يعني كيكون لومونك هو اللي كيعطينا هذا المشكل ديال الرائحه الكريهه وكيعطينا المشكل ديال اللثه. بالنسبه للاقنعه اللي نختموا بها اليوم. المهم بالنسبه للقناع راه عطيت الاقنعه ما يكفي يعني نزيد دابا قناع جديد. يعني ناخذوا معلقه ديال الخروب وصفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر. هذا قناع كيشد البشره وكيخلينا واحد اللمعان على البشره ديالنا. الخروب نطحنوه ونغربلوه مزيان نطحنوه بالعلف ديالو ونضيفوا عليه صفار بيضه بلديه. يمكننا نديروا العسل الحر يمكننا نديروا الزيت ماشي مشكل. يعني هذا القناع هذا فعال للترطيب وشد البشره. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الترهلات واللي كناكد عليها دائما ان التدليك يكون بالعصير ديال المطيشه والزيت البلديه. يعني ناخذوا 3 المعالق ديال العصير ديال المطيشه ومعلقه ديال الزيت البلديه كنخلطوا هذه المكونات وكيكون التدليك يومي. كل ما نجيو نعسوا في الليل نعسوا على الظهر ديالنا وندلكوا البشره ديالنا مده 10 دقائق مباشره. ناخذوا المحلول من الثلاجه اي محلول درناه اللي غادي يفيدنا البشره ديالنا وكنرشوا على البشره ديالنا وكنعسوا. يعني هذا تدليك طبيعي وكيحد من المشكل ديال الترهلات وكيغذي البشره. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الترهلات وغالبا كتكون بالدوره ديال الفم كيكون داك الخد بدا كيطيح. يعني هنا كنصح السيدات ياخذوا واحد التوب ديال حياتي وكيديروا فيه زريعه الكتان مدقوقه مع شويه ديال الماورد
كنسخنوها شويه في 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 المقلاة بحال كنسخنوا المقلاة ونديروا داك الكتانه اللي فيها زريعه الكتان وكنكمدوا بها داك المناطق اللي عندنا فيها كنخليوها تبرد ماشي نديروها سخونه نمشيو نحرقوا غير باش كتطلق المكونه ديالها كنحاولوا بحال كنضغطوا على ديك المنطقه اللي عندنا فيها الترهلات كنبقاو واحد المده ديال 10 دقائق مباشره كناخذوا المكعبات من الثلاجه المكعبات اللي عطيتهم انا ديال الخيار ولا ديال التفاح ولا اي عصير درنا منه مكعبات مباشره ملي كنحيدوا داك الكتانه اللي فيها كمدنا بها ديك المنطقه اللي عندنا فيها ترهلات كندهنوا بهاد المكعبات كنبقاو ندلكوا وحنا ناعسين على الظهر ديالنا وننعسوا يعني الا تبعنا هاد الطريقه هذه كنحدوا من المشكل ديال الترهلات بالنسبه للقناع اللي هو فعال جدا وكيحد من المشكل ديال التجاعيد يمكن ناخذوا معلقه ديال زريعه الكتان وشويه ديال الزيت البلديه وكنحكوا يعني شويه ديال الزيت البلديه كنقصد بها معلقه صغيره ملي نسمع شويه ديال الزيت البلديه يعني معلقه صغيره ديال الزيت البلديه مع معلقه كبيره ديال زريعه الكتان كنخلطوا بالماء ديال اللفت كنديروها قناع على البشره ديالنا منقي وفي نفس الوقت كيحد من مشكل داك التجاعيد اللي كتكون رقيقه على الخد وتحت العين ديالنا يمكن نقربوا حتى تحت العين ديالنا ما عندوش حتى شي مشاكل بالنسبه للقناع الاخر ناخذوا الجلفه ديال البنان كنخليوها حتى كطيب مزيان كناخذوا تقريبا جوج معالق ديال زيت اللوز ولا زيت المشمش وزيت المشمش راه عطيت انا الطريقه كيفاش يتصاوب حتى الا ما عندكش تاخذ غير العلفه ديال المشمش وكنطحنوها وكناخذوا منها تقريبا معلقه كنخلطوها مع ديك الجلفه ديال البنانه وكنديروا معها صفر بيضه بلديه هذا قناع مرطب وضد التجاعيد يعني الا داومنا عليه راه كنحدوا المشكل ديال التجاعيد ياك تقريبا كل هاد الاقنعه اللي قدمتينا واللي كتقدمينها دائما يعني مجربه وكتلقى استحسان السيدات خصنا كيف قلتي نعطي واحد النقطه مهمه هو ان نعطيو الوقت الكافي بالنسبه للقناع شهرين فما فوق 3 شهور عاد كتبان النتيجه مع التغذيه يعني البشره كتبدا تولف هذه الاقنعه وكتبدا تفاعل معها بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الغده الدرقيه الكواتر يعني كيكون عنده واحد الجانب يعني كيكون عنده واحد ملي كنقول واحد الدور في على البشره ديالنا يعني ديك الافرازات ديال الغده الدرقيه كيأثر بشكل كبير على البشره ديالنا غير حنا باش علاش كيأثر حيت الافرازات ديال الغده الدرقيه كتمشي مباشره عندنا للدم ديالنا يعني ما كاينش شي ما كدوش لشي عضو باش تصفى ودوز للدم يعني الافراز ديال الغده الدرقيه كيدوز مباشره للدم هنا كيكون الظهور ديال البقع الحمراء ولا البقع السوداء على البشره ديالنا يعني هنا غادي نعطي واحد الشوربه اللي هي فعاله واللي فيها ربعه ديال البروكولي وربعه ديال اللفت الابيض اللفت نحاولوا نخليوه بداك الورقه ديال الفوقانيه بداك البقوله ديالو غير تغسل مزيان تغسل مزيان ونحطوا كل شيء في مع شويه ديال الماء شويه ديال الملحه اللفت الابيض والبروكولي يعني الملح من الاحسن يكون الملح ديال البحر اللي فيه واحد النسبه عاليه ديال اليود يعني كنطيبوا هذه الشوربه هذه وملي كنطحنوها كنحاولوا نضيفوا لها شويه ديال المردودوش وشويه ديال السلميه عطيت المتبل ديال المردودوش والسلميه لانهما الاعشاب اللي هي كتقد هي ميزان ديال الهرمونات ومع اللفت فيه الزنك وفيه اليود يعني هاد الشوربه فعاله للناس اللي عندهم مشكل ديال الغده الدرقيه ويحاولوا ما امكن كل نهار يدلكوا العنق ديالهم بالزيت البلديه يعني شكر كبير لك خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ على كل هاد النصائح وكل هاد الاقنعه وكل هاد الشوربات اللي قدمتي لنا ونلتقي بك باذن الله الخميس المقبل ودائما في موضوع جديد تجميلي ودائما مع وصفات طبيعيه شكرا لك بزاف اذا ما سخيناش بكم كالعاده لكم تحيه كل وفاء فائز في الاخراج البرمجه الموسيقيه وسميحه عشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه وخليكم دائما اوفياء لميد راديو الاذاعه القريبه